بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري من تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. كتاب البر والصلة وغيرهما. الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب وإن قطعت. جزاك الله خير. وإن قطعت، والترهيب من قطعها. نعم، يعني ليس الشرط أن تصل من وصلك، ولكن لابد أن تصل من قطعك. وسمر بنا الأحاديث أن لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعون. وحيمر بنا ليس الواصل كالمكافئ، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني إيش الكاشح؟ القاطع البعيد. وأذكر في ذلك قصة، سبحان الله، أن رجلا في الرياض مليونير توفي، فلما ولم يعقب وليس على ذمته زوجة عند الموت، يعني زي ما يقولوا مقطوع من شجرة. فرفع أمره إلى المحكمة لتحديد مشجر الميراث، من هؤلاء المستحقون. فلما بحث فيه وجد له رحم كاشح بعيد، ثلاثة نفر، فتم استدعاءهم إلى المحكمة، فجاءوا وقلبهم يرتجف وفرائضهم ترتعد، وش البلوى هذا اللي سواها هذا؟ فلما سألهم القاضي تعرفونه؟ قالوا والله يا أخي هو وصل، يعني كان قاطعنا وما في ذيك الصلة التي بيننا وبينه، وأخذوا يحاولون أن يتبروا إيش منه بكل طريقة. فقال لهم القاضي: هو مات وترك ميراثا وقدره كذا، مبلغ كبير، أبو ستة أرقام، أرقام سبعة أرقام هذه. فأغمي على أحدهم من الفجعة، الفرحة طبعا، حيارث الآن ملايين، فأغمي عليه. والثاني أخذ يبكي، هو الأول لسه عما قريب كان إيش كان يتبرأ منه، جلس يبكي والله يرحمه. بكاء هؤلاء التماسيح، الله يعافينا وإياكم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. والثالث صدمته المفاجأة، فلجم لسانه وما عرف ماذا يفعل. نشوف الدنيا كيف، سبحان الله. لذلك أخي الحبيب، الله يرضى عليك، يعني الإنسان لابد أن ينفض ماله هكذا وهكذا، كما جاء في الحديث: أنفق ينفق الله عليك. في إحدى البلاد جاء واحد لرجل غني، قال: الله يوسع عليك. قال له: يا أخي قد وسع علي ولله الحمد، لكن أريد دعاء آخر. قال: ويش؟ قول أدعي لك. قال: قول الله يطلق وكيلك. يعني إيش يطلق وكيلك؟ يعني يجعلني من المتصدقين، ما فيش دعلة باجلدة هذا اللي أنت فيه. الله يطلق وكيلك، أنت محتاج لها الدعاء وأنا محتاج لها الدعاء. أن الله يطلق إيش؟ أن يطلق يدك فين؟ في الخير وفي النفقة، سبحان الله. شوف عثمان، يعني كل ما تروح المدينة جزاك الله خير تذكر كده، وخلي تمر بسيارتك ويكون مكتوب وقف إيش؟ عثمان، عشان تتمثل، وليس من مشى كمن هو مقعد. شوف عثمان من 1400 سنة والوقف يجري عليه، هل نقص ماله رضي الله عنه وأرضاه؟ قاعد يقول لك: ولادي وبزورتي. يا أخي طلع بس، أنفقي يا أسماء، النبي في البخاري: ينفق الله عليك ولا توكي. تحت البلاطة دي بلا فيش داعي منها، فيوكي الله عليك. والنبي يقول لبلال، بلال وش عنده؟ يقول له: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلاع. ما يجيش واحد يقعد يقول لك: يا أخي طب الكلام ده النبي كان يقول للأغنياء، طب أنا فقير. نقول له: أنت أفقر من بلال عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. النبي يقول له إيش؟ أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يقول كما قال عقب بن عامر مرة معنا الحديث قبل ذلك، يقول: كنا يعني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا سابع سبعة، طعامنا ورق الشجر حتى تشدقت شفاهنا، تشققت. قال: وأصبح الواحد منا الآن كل واحد أميرا على مصر من الأمصار. شوف الجمال. ويوم من الأيام أبو هريرة يتنخم في الكتان، مش اسمه الكتان، اسمه الكتان بالفتح. قال: إيه يا أبا هريرة، إيه يا أبا هر. قال: لقد كنت تراني أسرع بين المنبر والقبلة، ويأتي الجائي من المدينة يضع رجله علي، يظن بي جنون وما بي إلا الجوع.
حتى مرت الأيام وأصبحت على مصر من أمسى. أصبح ما كان عنده غير إيش؟ ثوب واحد، كما عند البخاري في كتاب العلم. النبي قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي وأحثو فيه حثوات فيجمعه فلا ينسى من مقالتي شيئا. على طول أبو هريرة هو اللي عنده، ما في عنده غير رداء وإزار، من أهل الصفة كان. فيبسط الرداء ويجلس الجزء الأعلى منه وليس عورة من فوق السرة، ما عليه شيء، حتى يقضي النبي مقالته فيحث فيه ثلاث حثيات عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فيجمعه أبو هريرة على نفسه فيقول: ما نسيت من مقالتي شيئا بعد ذلك، والذي ما كتب سوداء في بيضاء أبو هريرة، ولا ما لا يقرأ لا يكتب. 5374 حديث، لكي تتخيلها شفت سنن أبي داود هذا الكتاب شفته 5274، يعني أبو هريرة روى مثله وزيادة 100 حديث، 5374. والمكثرون في رواية الأثر أبي هريرة يليه ابن عمر، هذا هم ابن عمر. شوف هذول هم الذي رواه الإمام العلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. شوف كيف تمر الأيام. فالإنسان يعني إذا تتعامل مع الله عز وجل أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان الخلف من الله عز وجل فما يضرك في ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لذلك لماذا عليه الصلاة والسلام، لماذا يقعون أهل البدع في أبي هريرة؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا لك عمود الخيمة وطنبها. فإذا سقط الطنب اللي هو اللي بيكون في نص الخيمة، ماذا يحدث للخيمة؟ خلاص كلها بتطيح. يريدون يسقطوا لك هذا عشان لا يبقى لك شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من فوائده جمع أمورا ثلاثة، جمع شيئا يتعلق بالمال، وقارنهم جميعا بالإيمان. ومن دلائل ذلك سلامة مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان ماذا؟ قول وعمل، لأن هذه كل أعمال ولا أقوى؟ هذه كل أعمال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، هذا عمل ولا لا ولا قول؟ هذا عمل. وإكرام الضيف يكون بجائزته، وجائزة الضيف يوما وثلاثة أيام، مقيما أو مسافرا كما عند الإمام البخاري. وإكرام الضيف يكون على ما يكون عندك في بيتك، ليس الجود أن تجود وما لديك كثير، ولكن الجود أن تجود وما لديك قليل. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر. هذا كله يدلك على مو بعض الناس الآن جزاه الله خير يجيب الفاكهة في كيس أسود، ليه؟ عشان حدش يشوف، حتى لا يرى أحد شيئا. ولا تمنع المرأة صاحبتها ولو فرسا شاه. قال الله عز وجل: ويمنعون الماعون. قيل الماعون اللي وصحنا هذا الطبق، يجي جارتك تقول لك عندك محبة زيت، والله فين يا أختي، بس تعرف الحالة يا أخي، اديها جزاك الله خير، ما في حرج، أعطيها. لا تمنع الماعون، لا تمنع ما يأتي. الصحابة يتقاسمون التمرة يا رجل، وانت عندك زيت اديها زيت، اديها بصل، ما عندك عاد ما عندك قدر الله ما شافع، لكن إذا عندك أعطيها. وينبغي أنت تقول لزوجتك: يا زوجتي إذا جاك أحد من الجيران أعطيه، جاك أحد سالي أعطيه. عند الترمذي أنك أنت سبحان الله تؤجر إن أذنت لزوجك بأن تتصدق، باب أن المرأة تؤجر في صدقة، أن الزوج يؤجر في صدقة امرأته. ما تعلم أن تكون ممسكة وتكون باجلدة وباقلاقل بتاعت مشاكل، لا أوعي تدي حد، إياك والله أطلقك. ويوما اختلف رجل مع امرأة، ليش؟ قال: يا أخي بتدي أهلها. طب ما تدي أهلها، وش المانع؟ ما تدي أهلها، تدي أهلها وتدي الجيران، وربنا عز وجل هو الذي يخلق. وانظر إلى حديث أم زرع، حديث رتوى عائشة، وراه الإمام البخاري والإمام مسلم في كتاب النكاح باب حسن معاشرة الأهل، وفي كتاب المناقب باب فضل عائشة.
المرأة لما تكلمت عن أبي زرع مع أنها تزوجت بعده، واللي زوجت بعده هذا إيش يعني؟ ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثرية، يعني حتى الزوج الثاني أيضا كان كريما، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وكمان الدهلك ما عندنا مشكلة، لكن إيش نقل فؤادك بين الهوى، ما الحب إلى الحبيب الأولي. قالت لو جمعت كل ما أنفقه علي ما يعدل إناء من أنية أبي زرع. شوف، لأن هذا إيش أخذها من أهل غنيمة بشق، ما حصل لها نقلة حضارية، يسموها هذه الترانسفير سيفيليزيشن، انتقلت من أهل غنيمة بشق، يعني كانت ساكنة في جحر كده ما عندهمش غير غنيمة، مش غنمة كمان غنيمة. فجعلني في أهل صهيل، يعني إيش أهل صهيل؟ وأطيط بعير جبل، ودائس، من الدائس هذا؟ معز، لا معز، ومنق، من المنق هذا؟ اللي هو الدجاج اللي يأكل الحبد، لأن هو عنده حبوب وعنده أشياء وقمح وذرة إلى غير ذلك. فدي نقلة حضارية ولا ما هي نقلة حضارية؟ أم زرع، إيش أم زرع؟ عكومها رداح، يقول لك الولد ده رداح، عارف يعني رداح؟ يعني كلامه كثير، فعكومها رداح يعني الزنبير عندها مليان لين للنهاية، هذا معنى. وبيتها فساح، ولذلك قالوا السعادة في ثلاث: المركب الهنيء والزوجة الصالحة والبيت الفسيح. وعلى عكسها يقول لك إيش؟ الشقاء في ثلاث: مرة تطلع عينك توريك النجوم في عز الظهر، عاد الجنة ما نعرفهاش يعني، الله أعلم، تدخل ما تدخلش الله أعلم، فهمتني؟ ما عندنا فيها ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، ما نعرفش هذه، لكن نعرف طلع لك النجوم في عز الظهر. أنا خاف إنها تخليك مجنون، إنك أنت حتى شاهد شو. فهذه جلست تتكلم ابن أبي زرع، بنت أبي زرع، مع أنه أخذها ضرة، تعرفون يقول لك في القصة إن رجلا تزوج بامرأة ما كانت تنجب، المرأة ما تنجب، فقالت له، تعرف بعض النساء أحيانا عندها حماس، يا زوجي العزيز تزوج امرأة أخرى. قال لا أنا خاف أجيب لك واحدة تسوي لك مشاكل. قالت لا يمكن أبدا، ما رأيت منك إلا خيرا. قال لا طيب خلاص، وراح جاب له قدر فخار كبير وألبسه إيش لباسا ووضعه في الغرفة. قال ترى بشركي، جبت الزوجة ودخلتها جوا الغرفة، وأنا بروح أشتري بعض الأشياء لزوم البناء والعرس وكذا. قالت لا طيب خلاص، وتتركني معها وحدها؟ شفت الآن اشتغل بقى كد الحريم، ها، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. راحت السكرة وجات الفكرة، فهمتني؟ قال لها أبدا لا تخافين، ترى والله الموضوع بسيط، أنا بس قريب أجيب حاجة وجه. فذهب ورجع فوجد المرأة زوجته الأولى، طبعا الزوجة الثانية فخارة، الزوجة الثانية طين، حتتكلم تقول له. المرأة ثائرة، إيش بك؟ قالت إن زوجتك هذه ضربتني وسبتني وشتمتني، أعوذ بالله، أفعلت كل هذا؟ قالت إيه والله لقد فعلت. لا إله إلا الله، هذا نفخ فيه الروح الطين، ده بقى بني آدم ولا إيش؟ وكان في يده عصا، فأمسك العصا وقال الآن لأقطكسرن رأس هذا، ويديها التي اعتدت عليك، ولسانها الذي آذاك. ودخل وهذا الزير جالس عليه، زوّى البوصة تبقى إيه؟ تبقى عروسة. ونزل عليها تهشيما، وهنا أسقط في يد المرأة وقالت الضرة مرة ولو كانت جرة، الضرة مرة ولو كانت جرة. فمن فوائد هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، والإكرام أيها الكرام الفضلاء ليس معناه أن تأتي بكل ما عندك حتى، أو تقول أنا لا أستطيع أن أكرم الضيف لأني ما أقدر على شيء. وهناك مقطع منتشر كل مرة يقول لك المرأة التي كانت ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها أن يأتي بالضيوف، حديث باطل لا أصل لا لا أصل له أبدا أيها الكرام الفضلاء. لكن القصة اللي ذكرتها لكم قصة صحيحة، أن رجلا أراد أن يتزوج أخت زوجته، واحد قال له يا أخي زوجتك عندها أخت، قال له أبغى أتزوج أختها، قال له ماله تعال البيت. طبعا أول ما دخل البيت المرأة طال لسانها، من قال لك تأتي لنا بهذه الضيوف؟ أنت تعرف أنا ما أحب أطبخ وما عندنا شيء.
وأسمعتهم ألا يقوله مالك في الخمر. والبيوت في ذلك الزمان إيش يسمع ضجيجها. فكل الهرجة اللي حصلت هذه موجود سمعها مين؟ العريس المرتقب. بعد أن هدأت ثورتها ها قال ما جئت به إلا أنه كان يرغب في زواج أختك. أنا جبت قال هذا هو كان رغبان في زواج أختك فأردت أن أريه البيان بالعمل ليعلم المعاناة لنا فيها عشان ما أكون دلست عليه في شيء. هذا الوضع اللي أنا فيه تبغى تدخل فيه هذا الجحر الله يعينك تبغى تهرب فري من المجذوم فرارك من الأسد اهرب. فما فليكرم ضيفه وقال وليكرم ضيفه جائزة. قالوا ما جائزة؟ قال 3 ليال. الضيف الغريب تقعد عندك 3 ليال. كانت العرب يضيفون الضيف 3 ليال بعده ويسألونه من وين واسمك وكذا إلى غير ذلك. ما يسألونه أبدا ولا يقولوا له تنام خفيف تتعشى ولا تنام خفيف تشرب شاي ولا منك كيف. ما عندهمش الكلام هذا. أيوة ومتى بتروح ولا يدخلوا على الورع الصغير يدخلوا على عيل صغير كده يا عمو يا عمو اليوم حتنام عندنا أيوة ولا في الفندق وهكذا. لين يكره اليوم اللي ولدته أمه فيه يكره اليوم الذي ولد فيه أيها الكرام الفضلاء. ولا يجيبوا له أكل معفن كده بايت عندهم ويدعطوا إياه لغير ذلك. لذلك هذه الأمور ما هي موجودة عند المسلم. لذلك النبي قرن ذلك بالإيمان. تأملوا الحديث ليس لا ما ينطق عن الهوى. ما قرن الإكرام الضيف بالإيمان إلا لكي يلامس قلبك أخي الحبيب ويقول لك يا أخي اكرم الضيف لأن هذا دلالة على كمال إيمانك. دلالة على كمال إيش؟ إيمانك. وأذية الضيف دلالة على نقص إيمانك. دلالة لأن الإيمان إيمان اعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح لكان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبقدر أذيتك لهذا الضيف بقدر ما ينقص إيمانك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال عليه الصلاة والسلام عليكم السلام فليكرم ضيفه وقال يصل رحمه. ولما قال يصل رحمه عامة سواء كان هذا الرحم أنه مواصل أو أنه كاشح مقاطع هذه كده يصل الرحم ودلان أنه من أعمال الإيمان أيضا. والثالثة فليقل خيرا أو ليصمت. قل بخير تجتنيه أو تحلى أو تحلى بالسكوت. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره نعم. فليصل رحمه. يا سلام. وهذا الحديث من فوائده أن بسط الرزق وبركة الأعمار وفي رواية ينسأ له في أثره وعمره صلة الرحم. تريد ربنا يبارك لك صل رحمك ولا تعتقد أن نفقتك على أمك وأبيك وإخوتك أنها تنقص منك شيء. بعض النساء تشتكي إيش تقول يا أخي هذا كل شهر مطلع 1000 ريال لأمه وألف ريال لأبوه وألف ريال لأخوه وألف ريال لأخته. طيب وربنا موسى عليه جزاك الله خير خليه يطلع أنفق ينفق الله عليك. ولما الأبناء يا إخواني يرون أباهم هكذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله يا إخوان لما أبناءك يرون أنك كنت تصل أعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأجدادهم وجداتهم سينتقل هذا الخلق طبعا إليه. وهذا درس لا يحتاج لكثرة كلام البيان بالعمل. ويقول الحسن البصري رحم الله رجلا دعانا بحاله قبل مقاله. ولذلك في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليها مفزوعا عليه الصلاة والسلام من لقاء جبريل قالت بعد أن ذهب عنه الروع والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ فإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم اللي ما عنده تعطيه وتعين على نوائب الحق.
تريد البركة في حياتك وإن ربنا ما يخزيك، إلزم هذه الخمس. تصل الرحم، حتى وإن كانت الرحم هذه كفار، حتى وإن كانوا كفار. ولذلك النبي ظل حزينا فترة طويلة على موت عمه كافرا، حتى نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، عليه الصلاة والسلام. ويتمنى أنهم كلهم يدخلون في دين الله أفواجا. يقول: ما يريد هذا قريش، لقد وهنتهم الحرب، لو يعطوني خطة وافقتهم عليها. وهنتهم خلاص الحرب وتعبوا منها، ماذا يريد هؤلاء؟ قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلذلك أخي الحبيب، مهما فعل معك أهل الرحم، ونصحح ونقول أهل زوجتك ليسوا أرحامك يا أخي، يقول لك رحيمي، من رحمك؟ أخو امرأتي. يا حبيبي، هذا اسمه ختنك وصهرك ونسبك، نسيبك، أرحامك، أصلك وفرعك. صححوا هذه المقالة أيها الكرام الفضلاء. ومن نوادر العرب أن رجلا دخل على أحد الخلفاء فقال: من تشتكي؟ من تخاصم؟ قال: ختني. قال: ومن ختنك؟ قال: أبي. وكان معه بجواره الكاتب والحاجب. قال: يا أمير المؤمنين، لقد لحنت، أنت غلط. قال له: ليش غلط؟ قال: هذا عربي قح، وأنت قلت: ومن ختنك، أي من circumcisions، وهذا ختنك، وقريب الزوجة يسمى إيش؟ يسمى الختن، دلالة على الختان، عرفت ختان المرأة. لما قلت له: من ختنك، يعني من عملك circumcisions، يعني من يعني قام بختانك، ما يلحنون، كان اللحن عندهم عيب. لذلك الوليد بن عبد الملك كان لحانا، سفيان الوليد بن عبد الملك بن مروان كان يلحن، وكان أخوه سليمان بن عبد الملك فصيحا، فقال أبوه عبد الملك بن مروان: حب الوليد أفسده علينا، لأنه لما كان يعني يأتيه ذكور يرسل بهم لفين؟ للبادية، كما أن النبي أبو بكر يقول: يا رسول الله في الصحيح أنت فصيح، قال: أنا قرشي واسترضعت في بني سعد. فهناك الجلسة في بلاد في البادية تعلم الإنسان أن يكون قحاً فصيحاً لبيباً في اللغة العربية، ما يلحن. فكان أولاد عبد الملك يربون فين؟ هناك مع البادية. والوليد من حبه له تربى فين؟ في الشام. فخرج لحاناً، مش لحان بتاع عود وكمنجة، يعني خرج يلحن في اللغة، يلحن في اللغة العربية. فلما قال: ومن ختنك؟ قال: أبي. ضحك، قال له هو يقول يعني تقول له كان ينبغي انك تقول: ومن ختنك؟ من ختنك؟ من قريب زوجتك؟ فلذلك نصحح مثل هذا. فهذول هم ارحامك اخي الحبيب الغالي، اهل الزوجه لهم بر لا نتكلم فيه الان، يعني ما هو موضوعنا، لكن اريد ان اصحح مع مساله ما معنى ايش يصل رحمه. قالوا هنا: حتى وان كانت الرحم بعيده، حتى وان كانت الرحم بعيده، حتى قالوا: وما هو حد الرحم التي توصل؟ ايش حد الرحم التي توصل؟ قالوا: وش هي؟ قالوا: على الأقل أن يكون والدك وجدك وابنك وحفيدك. ومنهم من قال: هي رحم ممتدة، كل من علمت أنه لك برحم جاز لك أن تصله ما دمت مقتدرا على ذلك. نعم، قالوا الرحم القريبة اللي هي الوالد والجد وما على منه بجيل أو جيلين، والابن والحفيد وما نزل، ومن جهة طبعا أعمامك و عماتك إلى غير ذلك وأولادهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لما يقول لك سمعت، هذه من أعلى مراتب التحديث، التلقي. نعم. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا فيه دلالة أن بسط الرزق و نساءة الأثر من علامات السرور التي تدخل على إيش؟ على العبد. لا شك أن الإنسان إذا كان ذا يعني رزق مبسوط يكون لا شك أنه مسرور، ولا سيما إذا استعمل هذا الرزق في
طاعة الله عز وجل حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله المال فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. فلا شك أن من السرور أن يكون عندك المال الكثير، ومن السرور الأفضل أن تستعمله فيما يرضي الله عز وجل، ومن ذلك في صلة من؟ في صلة الرحم. ولا شك أن من السرور أيضا أن الله عز وجل ينسأ لك في أثرك ويبارك لك في هذا العمر، والبركة في العمر لا علاقة لها بطول العمر، إنما البركة في العمر وإن كان قين حافظ حكم مات عمره 35 سنة، ألف كتاب سلم الوصول في بعد سنتين من لزومه للشيخ القرعاوي. الشيخ القرعاوي لما ذهب إلى صامتة يعلم الناس، لدرجة الشيخ القرعاوي هناك كتاب يتكلم عن أثر، يتكلم عن مجهودات الشيخ القرعاوي في نشر السنة في الجنوب، فكان يذهب إلى الرعاة في الصحراء في ذلك الزمان ومعه جراب تمر وركية ماء، ويقول: من يأتي أعلمه آية في كتاب الله بتمرة؟ فكانوا يأتون رجاء التمر لا رجاء التعلم، رعاة ناس مساكين، فيقعدون ويصبرون حتى صار منهم من صار، ومنهم حافظ حكم وكفى به نعمة كان زكي عمه. فلما كان حافظ حكم يرعى الغنم لوالده، فقال للشيخ القرعاوي: يعني خلي حافظ يجي عندنا. قال: ومن يرعى لنا أغنامنا؟ حافظ يروح عندك ومن يرعى لنا أغنامنا؟ قال: طيب لو يجي يوم بس وبقية الأسبوع عاد خلاص خليه يرعى لك. قال: خلاص نأذن له بيوم والده. فأذن له بيوم، كان اليوم اللي يجي فيه عند الشيخ القرعاوي يحفظ فيه اللي المرة من أسبوع كله يحفظه. وأصلا كان الله عز وجل يجري النظم على لسانه كما يشرب أحدنا الماء رحمه الله. فمرت الأيام ومات أبوه، فقال حافظ حكم لأخيه: تبرعت وتنازلت لك عن نصيبي في إرث أبي، لكن بشرط. إيش قال؟ تأذن لي أروح إيش ألزم الشيخ القرعاوي. لذلك يا أخواني سبحان الله، لا افتقر من ترك الدنيا رحمكم الله لأجل العلم، ما افتقر من ترك الدنيا لأجل العلم أبد. أي والله. ويقول الشافعي: بشر طالب العلم بالفقر ثم يغنيه الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند النساء: ما أذن الله، يعني ما سمع الله، مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قالوا: يتغنى بالقرآن، أي أن القرآن يغني صاحبه عن الناس ويسخر له الناس يساعدونه ويقومون على حاجته. سبحان الله العظيم. وبعد سنتين من لزوم الشيخ ألف كتاب إيش؟ معارج القبر، سلم الوصول، هذا النظم العجيب الغريب سبحان الله. ثم مات ولم يكمل شرح الثلاثين ونيف رحمه الله رحمة واسعة. نعم. رواه البخاري والترمذي ولفظه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم. فإن صلة الرحم تعلموا من أنسابكم، يعني الإنسان يبحث عن نسبه وأهله من باب أن يحتسب النية في ماذا؟ في صلتهم وبرهم. نعم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة مثراة في الأثر. يعني زيادة في المال. أوعى تظن أنك لما تعطي أباك ولا أخاك ولا كذا أن يقول. وبعض الناس يعني كان في واحد اسمه طلحة بن حذيفة، حذيفة بن طلحة، كان هذا رجل سبحان الله إذا جاءه المال يأتوه أقاربه فيعطيهم، فقالت له: وإذا مرت به ضائقة تفرقوا عنه. يحدث مثل هذا ولا لا؟ يقول لك: يا أخوي ما يعرفني غير عند الراتب، غلق الراتب ولا ما عاد حتى أنه يرد علي. نقول: خذ هذا الكلام الجميل، أنت تعامل مع الله، عامل الناس بأخلاقك ولا تعاملهم بأخلاقه. فقالت له زوجته طبعا أو زوجه ضايقت، قالت: إن إخوانك هذول قوم بهت وسوء. قال: وما بهم؟ قال: إذا كنت ذا مال أتوك، وإن ضاقت بك الحيل والسبل تركوك. قال: جزاهم الله خيرا، ما أحب أن يحرجونه. شوفوا الكلام الجميل، قال: جزاهم الله خير، لما يكون فينا ضائقة ما بيجون عشان ما يبغوا إيش يحرجونه، ولما يكون عندنا فلوس بيجوا لكي يأجرونا عشان يأخذوا يعني إيش نؤجر بماذا؟ بالنفقة عليهم. شوف الإيجابية في التفكير، ما قال والله عندك حق أنا من اليوم حقاطعهم،
والمرأة السوء هي التي تفرق الرجل عن أهله، هذه المرأة السوء تمر بها الدنيا فيرزق أبناؤها بزوجات سوء يفعلون فيها ما فعلت بأهل زوجها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.